في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على السكينة العمومية، تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرمادنية من وضع حد لشخصين خطيرين يقومان بترويج المخدرات الصلبة والكوكايين. العملية جاءت على إثر متابعة دقيقة لتحركات مشبوهة لشخصين يقومان بترويج وبيع المخدرات بمختلف أنواعها بأحد أحياء بلدية براقي، وعليه تم مراقبة وترصد الأماكن التي يتردد عليها هذين المشبوهين. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، تم تفتيش المسكن المستهدف، أين تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات تبتلت في 21 كيس صغير من الحجم من المخدرات الصلبة نوع كوكايين، و30 حقنة صغيرة، 14 مشط من المخدرات العقلية، 3 شماريخ نوع سينيال، أسلحة بيضاء، هواتف نقالة، مبلغ مالي لعائدة المبيعات، مسدس صغير الحجم صنع إيطالي، مسدس كهربائي، قارورة غاز مشيل الدموع، قطعة صغيرة من الكيف المعالج. أسفرت العملية على توقيف شخصين مسبوقين قضائيا متورطين في عدة قضايا ومعروفين على مستوى دائرة براقي. المتورطان في قضية الحال سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمجرد استكمال إجراءات التحقيق.